أعزائي طلبة سنة رابعة، بنستكمل إن شاء الله النقطة الأخيرة during sitting position اللي احنا بدناها باللي هي proper sitting position motor control اللي هي lower limbs للبلفيك للترانك للهيد، وبعد هيك تكلمنا على الويت شيفتنج اللي هي الافكتد سايد، ومن ثم وشفنا السبلكسيشن بتاعت اللي هي الشولدر هنا اهوت وشو نعملها، وبعد هيك تكلمنا على اللي هي الويت شيفتنج اكتيفيتي اللي احنا تكلمنا عليها لايك ذس لايك ذس، وبعد هيك اللي هي الانكريزنج السيتنج بالانس باي اللي هي الانتيرور اند بوستيرور ترانسليشن لقدام ولورا، ثم فروم سايد تو سايد، ثم ريزميك ستابلايزيشن او ريزميك روتيشن. اليوم بنتكلم نستكمل اللي هي الاكتيفيتي بتاعتنا اللي هي البروتكتيف رياكشن، كيف احنا بدنا نعمل اسس البروتكتيف رياكشن. البروتكتيف رياكشن مهمه بالنسبه للهيمبليجيك بيشنت، بحيث انه عايز مثلا يصل يعمل ريتشنج، يصل للكب، يصل مثلا للجوال هنا هوت، لازم يبقى البيشنت عنده حاجه اسمها بروتكتيف رياكشن. البروتكتيف رياكشن في اول ذا دايركشن، سواء اللي هي انتيرور، سواء اللي هي لاترال، او سواء اللي هي بوستيرور. فلازم يبقى البيشنت وين ما بده يعمل ريتشنج يبقى في عنده بروتكتيف رياكشن، رياكشن رده فعل الحمايه، بحيث ما يحصلش له اللي هي الفولينج داون. فلازم ندرب البيشنت على البروتكتيف رياكشن سواء انتيرور او لاترال او بوستيرور، بحيث انه نقول للبيشنت هاي انا مثلا في عندي كب، حاول تصل للي هي الكب بايدك اهو تمام. اذا ما قدرش بنحاول نخليه يعمل جلاسبنج للهاندز، يلا اصل اللي هي الكب لايك ذس تمام. طيب اذا كان هو عنده الافكتد سايد بيقدر يعمل ريتشنج، برضه نصل للي هي الريتشنج فورورد لايك ذس بالافكتد سايد ونساعده. اذا ما بيقدرش بنخليه اللي هو يعمل جلاسبنج تمام اصل. إذا ما بيقدرش نهائي بنخليه اللي هو يستخدم اللي هي الساوند سايد، والأذر سايد تبقى بسايد بادي. أعطيني لو سمحت عبد الله اللي هي ال أيوه الترابيزة، حط إيدك هيك بالشكل هذا. إذا هو كومبليتلي ما بيقدرش يستخدم اللي هي الأفكت سايد، بتضلها عاملة ويت بيرنج أون ذا اللي هي تشير لايك ذس، وبصل بإيده لايك ذس تمام. أو أحيانا برضو كمان ممكن اللي هي فورورد بروتكتيف رياكشن، بحيث انه اللي هو يعملنا تايت ذا اللي هي الشو لايسز، يعني يربط اللي هو الجزمه بتاعته. حاول تقدم لقدام شحده وتربط تربط الايوه، برضه هاي فيها بروتكتيف رياكشن. لازم البيشنت يتعلم اللي هي البروتكتيف رياكشن، مهمه جدا، سواء ريتشنج ذا كاب، سواء اللي هو عايز يصل الجوال، سواء عايز اللي هو يعمل تايت يربط اللي هو خيطان الجزمه بتاعته، مهم جدا. احنا عارفين البروتكتيف رياكشن كمان معاها حركه مهمه جدا، واللي معظم المرضى بيفقدوها اللي هي الروتيشن موفمنت، اللي هي ايه الروتيشن موفمنت. فبنلاقي انه البيشنت لما عايز يعمل اللي هي ريتشنج فورورد اللي هي بروتكتيف رياكشن لايك ذس، بيكون معاها في الترانك زي ما احنا شايفين، بيكون معاها ايه ترانك روتيشن. والله البيشنت اذا كان انا حسيت انه الترانك روتيشن هذه لوست، فاذا انا بعلمه اللي هو ترانك روتيشن. الترانك روتيشن سبق وتكلمنا في المحاضرات السابقه في الايرلي فانكشنال موبيليتي في الترانك روتيشن. الترانك روتيشن هاي اللي احنا بنعملها خلال اللي هي السباين لاينج بوزيشن، اطلع لي هنا اطلع لي هنا ايوه شفته ايوه اطلع لي هنا، اديني البرميل هذا يا عبد الله، هات شويه هيك حط لي اياه، ارفع رجليك يا شحته، ارفع رجليك فوق ايوه، حط رجليك بالشكل هذا. ممكن على اللي هي بارل با بارلل بارل برميل، او على بيج بول بعلمه البيشنت، بعلم البيشنت اللي هو روتيشن لايك ذس، سواء روتيشن لايك ذس او سواء روتيشن لايك ذس اللي هي
نبتدي اللي هو نخليه from side to side. This is اللي هي ايه؟ ها؟ اللي هي rotation لمين؟ للترانك. طيب ها. واضح؟ على البرميل نقدر نعمل rotation like this للبيشنت. هذه يعني نقطة كويسة وجميلة جدا وتساعد البيشنت في الترانك روتيشن عشان تساعدنا مع اللي هي الموفمنت ثرو ذا بروتكتيف رياكشن تريننج. طيب ما هي فائدة البروتكتيف سوري ما هي فائدة اللي هي الترانك روتيشن موفمنت هذه؟ فائدتها بانه بتعمل لي اول حاجة ريلاكسيشن في كل البادي، هذه نمرة واحد. نمرة اثنين بتعمل سيبريشن ما بين الترانك او الشولدر والبلفس سيبريشن، ثم بتعمل اللي هي بروتكتيف او اللي هي بلفيك بروتراكشن في اللي هي البلفس. وهذا الكلام احنا سبق وتكلمنا فيه ان شاء الله. هيك معظم اللي هي الفانكشنال اكتيفيتي موبيليتي سواء في السباين لاين بوزيشن او في السيتنج بوزيشن زي ما شفنا بنكون هيك ان شاء الله خلصناهم. نهتم بالسيتنج بوزيشن والبوزيشن اوف ذا لوور ليج في اللي هي الفيت والني واللي هي الهيب والترانك واللي هي الشولدر والهيد الاينمنت. هيك بنكون ان شاء الله خلصنا اللي هي الاكتيفيتي ديورينج اللي هي سباين لاين بوزيشن، ونكون خلصنا اللي هي الاكتيفيتي ديورينج سيتنج بوزيشن. شكرا لكم سنه رابعه، وان شاء الله نستكمل باقي مساق علاج طبيعي أعصاب لسنة رابعة. دكتور محمد السلطان، السلام عليكم.